وباحثون من جامعة بوردو مختلف التحولات التي يعرفها الفضاء الأورومتوسطي. لقاء يمهد لاتفاقية تعاون أكاديمي توقع في الأشهر القليلة القادمة بمشاركة جامعات مغربية أوروبية وأمريكية. عبد المجيد الحلاوي وعبد الغني الطهراوي. باحثون من جامعة بوردو الفرنسية مهتمون بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية التي يعرفها الفضاء الأورومتوسطي. فهذا الفضاء الأورومتوسطي بقدر ما يطرحه من تحديات يطرح أيضا فرصا وإمكانيات. ودراسة هذا الفضاء بكيفية شاملة سيكون موضوع اتفاقية للتعاون توقع خلال الأشهر القادمة هنا بمدينة الصويرة كرمز للتسامح والتعايش بين الأديان. بيت الذاكرة هو مكان رفيع لنقل المعرفة والثقافة والتربية وأيضا بالطبع للقيم الإنسانية. هذا المشروع ليس فقط اختيارا استراتيجيا ولكنه أيضا يندرج في إطار تمسكنا بعالمية الإنسان. Et notre attachement à l'universalité de l'humain. Je pense que ça permettra aussi l'articulation entre la femme. أعتقد أن ذلك سيسمح بإيجاد جسر للترابط بين التكوين والبحث قصد استثمار المعارف، وكل ذلك في إطار إنساني سيستفيد منه الطلبة المغاربة والأجانب على حد سواء. Mais aussi d'ailleurs. مشروع اتفاقية التعاون الذي يجري التحضير له سيشرك إضافة إلى جامعة بوردو كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعتين بالولايات المتحدة الأمريكية. واختيار الصويرة ينبع من تاريخ هذه المدينة، كانت دوما مدينة مفتوحة يتعايش فيها الجميع كيفما كانت ديانتهم. ومشروع أكاديميك الذي يحضر له ستكون له قيمة مضافة باعتبار الطابع الدولي الذي يكتسيه من خلال مشاركة جامعات عريقة مغربية أوروبية وأمريكية. ارتبط الجوق الموسيقي في تكوينه بدراسات أكاديمية متخصصة.